لو بقينا نحن وهذه الآية القرآنية الكريمة، في عندنا مفردتين فراغ ونصب. نحن أمام مفردتين فراغ ونصب. قال فإذا فرغت، لم يذكر المتعلق. إذا فرغت لم يذكر المتعلق. إذا ما ذكر المتعلق يفترض أن الكلام عام، لأن عدم، لأن حذف المتعلق مشير للعموم في اللغة، فمفترض أن يكون كلام عام. وإذا أردت أن تخصصه فليس أمامك إلا السياق، تجي للسياق حتى نشوف السياق يخصص أو لا يخصص. إذن يعني خطوة خطوة علينا أن نمشي. إذا فرغت ما مذكور المتعلق، الفراغ ما هو؟ لأن الفراغ شبه الرسول وكأن مثل الإناء، فراغ الرجل من شيء كالإناء يفرغ مما فيه، فكأن الرسول كان عنده شيء ما وفرغ، يعني صار عنده فسحة من أمره، كان هناك شيء يشغله، هذا الشيء الذي كان يشغله انتهى منه، لذلك عبر بالفراغ. إذا نحن ربطنا فرغت مع السياق الذي كان في الآية، حينئذ يمكن أن نقول فرغت أي فرغت من مجمل مهماتك ووظائفك العامة، كأنما كان في مجموعة كبيرة من المهمات والوظائف العامة التي أراد الرسول أن يقوم بها، وكأنه يشرف على الانتهاء منها، أو قد يكون قد انتهى منها تماما، فيقول له فإذا فرغت أي فإذا تفرغت، وكأنه إناء فرغ مما فيه، أسقط المسؤوليات عن ظهره، تلك المسؤوليات التي أشرنا إليها من قبل وأوضحتها، نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. نقول المقصود إذا فرغت من المهمات الملقاة على عاتقك، دون أن ندخل في تحديد هذه المهمة، بس ليس مطلوبا منا أن نقحم أنفسنا في المصداق كما أشرنا في اللقاء الماضي، ليس مطلوبا منا كمفسرين أن نستهلك أنفسنا في المصداق، وليس أمامنا في الآية مشير إليه، كل ما هو في الآية تلك الوظائف العامة للرسول التي في مقابلها وضع الوزر، رفع الذكر، إعلاء شأنه، يعني قضايا الإسلام. أما قضية من قضايا الإسلام هي الغزو، أو قضية من قضايا الإسلام هي الجهاد، أو قضية من قضايا الإسلام هي العبادة، أو قضية من قضايا الإسلام هي الفريضة، أو قضية من قضايا الإسلام هي مثلا الصلاة، فهذا لا يوجد عليه شاهد في الآية. كل ما تقول لا إذا فرغت، يعني كان هناك شيء ملئت به، مهمة حملتها والآن أنت فرغت منها. وعدم ذكر المتعلق كما قلنا شاهد العمومية. إذن فإذا فرغت تريد أن تؤسس لي مبدأ عام، وهذا المبدأ العام أيضا ينطبق على الحالة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيساعدنا معنى كلمة فانصب، سيساعدنا في الفهم أكثر كما سنشير بعد قليل. إذن هذا الفراغ وقع بدون بيان المتعلق، يوحي بالعمومية، السياق يعطيني أكثر ما يعطي أن إذا فرغت من وظائفك العامة، من مهماتك، من مسؤولياتك الكبرى، طيب فانصب. ما معنى النصب؟ أو نون صاد باء حتى لا نحركها. في احتمالين موجودين في المقام. الاحتمال الأول أن يكون فانصب من النصب، وهذا هو الوضع الطبيعي لتركيبة الكلمة، فانصب من النصب يعني التعب، يعني فإذا فرغت فتعب، فإذا فرغت فأجهد نفسك، يصبح المعنى هكذا. بماذا أجهد نفسي؟ ما قال له. بماذا أجهد نفسي؟ ما قال له. عامة، وهي تشير إلى بطلان مبدأ البطالة. ما عندنا بطالة في عمل الرسل، ما عندنا بطالة وانتهاء الأعمال في وظائف الأنبياء، ما عندنا بطالة بالنسبة للداعية إلى الله، العامل في سبيل الله، لمبلغ رسالات الله، ليس عنده يوم عطلة، ما في عطلة. إذا فرغت وخلص عطلنا تأخذ سن تقاعد، بعد 60 مثل عندك تقاعد تجلس في البيت، ما في هذا. الآية تريد أن تقول إذا فرغت من مهماتك فأجهد نفسك بمهمات أخرى، كأنما يريد أن يقول له أنت الآن مشغول بمجموعة من المهمات الكبرى التي أثقلت ظهرك، والآن هي تزاح عن ظهرك، فلا تظنن أن الأمور قد انتهت، أجلس في بيتي وأنام، لا، جد واجتهد في مهمات أخرى. ما قال له ما هي؟ جد واجتهد في مهمات أخرى، أتعب نفسك، لا تتصورن أن
زوال تلك المصاعب وانتهاء أمد تلك المسؤوليات وتحقق مرادك منها، معناه أنه دخلت في مرحلة بطالة وعطلة، عطلة مفتوحة وتقاعد. لا، ما في هذا. عليك أن تجدد التعب والجهد والعمل والسعي وبذل الغالي والنفيس، لأن الله فيما بعد أيضا سيجعل مع العسر يسرا. إذن الآيات مندمجة ببعضها البعض، تعطي معنى متناسق، وخصوصا أنه قال فإذا فرغت فانصب، علق بإذا ليقول له بعد كل فراغ هناك نصب وتعب، مشيرا بذلك إلى تعاقب الأعمال. يعني كلما فرغت في وراء عمل، كلما فرغت في وراء عمل، كلما فرغت في وراء عمل. ألا ما حدد لنا ما هو العمل وما أشغلنا؟ نحن شغلنا حالنا فيما هو العمل، لكن هو ما قال لنا ما هو هذا العمل. هو قال إذا فرغت من مهمات كبرى كانت على ظهرك، يسر الله أمرها لك، صرت في مرحلة اليسر، ابدأ مرحلة جديدة من مهمات أخرى ولا تتوقف، استمر في العمل والجهد والتعب. هذا احتمال أول في التفسير، ونجده إذا أردنا أن نحلله نجده متناسق، المعنى جيد، يعطي قاعدة عامة، يحررنا من الغوص في متعلق فرغت ومتعلق فانصب، ويعطينا مبدأ أصلاً، مبدأ في العمل الإسلامي، مبدأ عدم وجود توقف إلى نهاية العمر. هناك عمل، مع أننا نحن عطلة في العمل الإسلامي، وهذا مبدأ جميل ولطيف يمكن استحصاله من هذه الآية القرآنية. هلا نعم، فانصب هذا الجهد الجديد الذي عليك أن تقوم به، ممكن يكون عبادة، ممكن يكون عبادة فريضة، ممكن يكون عبادة وفريضة ونافلة، ممكن يكون دعاء، ممكن يكون رغبة إلى الله، ممكن يكون شكر لله، ممكن يكون تنصيب أحد للمرحلة اللاحقة، ممكن يكون جهاد جديد، ما في مشكلة، مفتوح على احتمالات، ولست مسؤولا أن أحدد ما هي هذه الاحتمالات، ما دام الآية هي لم تحدد خلاص. هذا احتمال. الاحتمال الثاني الذي ذكروه أن تكون بمعنى النصب، فانصب من النصب، يعني تثبيت الشيء ورفعه، تنصب الحجارة، تنصب علما، تنصب شخصا، أي تثبته وترفعه. وفي بعض كلمات اللغويين أن هذا كأنما هو جذر في الكلمة أيضا، فهنا يصبح المعنى هكذا، إذا فرغت فثبت فانصب. هلا أيضا متعلق بما مذكور تحت الاحتمالين، ممكن تقول إذا فرغت مما أنت فيه فانصب نفسك لمسؤوليات جديدة، يعني ضع نفسك في مسؤوليات جديدة فتتحد مع المعنى السابق تقريبا. ممكن تقول لا، إذا فرغت فانصب غيرك، يعني فثبت غيرك لمسؤوليات. هنا يلتقي مع التفسير الذي تعرض له الزمخشري وعرض به الزمخشري. إذا نحن أمام افتراضين في أصل هذه الكلمة، إما من النصب وهو الذي تستدعيه التركيبة اللغوية ومعروف بين المفسرين عامة، أو من النصب بمعنى التثبيت، ومنه يأتي فانصب إذا أردت أن تقرأها. لكن مشكلة التفسير الثاني كما قلت أنه يحتاج إلى مساعدات لغوية. لو قال فانصب أي فثبت نفسك أو فثبت غيرك، أما قال فانصب تحتاج إلى جهد لغوي لا نطيله في أمره. إذن فإذا فرغت فانصب، النتيجة قاعدة عامة رائعة جميلة في العمل الإسلامي، تشير إلى بطلان البطالة، ولا يوجد بطالة، العمل مستمر حتى النهاية ولا يوجد توقف، مسؤوليات تنتهي منها، منجزات تحققها، لا تغتر بالمنجزات وتجلس تقول خلاص أنا حققت منجز، كما يعتاش كثيرون في مراحل الشيخوخة على بطولاتهم في مراحل الشباب، سواء كانوا أفراداً أم أحزاباً أم دولاً أم مجتمعات. حققنا منجزات كبيرة، احنا في الحضارة الإسلامية حققنا منجزات كبيرة، عملنا شغل، الشغل هو عند الذين حققوا تلك المنجزات. لا، ما في توقف، في استمرارية في العمل. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.